مساء الخير، وخلين الفيديو ده استكمل فيديوهات السلاسل. الفيديو الاول كان مجموعة من البوسترات المصرية الحلوة، الفيديو الثاني كان تحليل 5 بوسترات لافلام اجنبية من اقتراحاتكم، وده الفيديو الثالث ويمكن عنوانه مش موضح قوي، لكن دي 5 بوسترات مصرية مش قد الفيلم. يعني الفيلم كان يستحق احسن منها، لكن ده مش معناه انها بهذا السوء. ممكن تبقى حلوة، شكلها حلو، تختلف معاه وتقولي لا دي حاجة شكلها حلو، لكن انا بقول حلوة وحشة مش مناسبة للفيلم. وجربت في الفيديو الاولاني ان انا اختار فيديوهات بتسلسل مثلا 10 سنين ورا بعض، هجرب الفيديو ده حاجة تانية ان انا اخد افلام من فترات زمنية عشوائية ونشوف النتيجة النهائية هتبقى عاملة ازاي. قبل ما ابدأ، لو مستني الجزء الرابع من سلسلة الافيش عالم هاري بوتر فهو قيد التحضير، كذلك فيديوهات مهمة عن مارفل قيد التحضير. فزق معايا الفيديوهات بتاعت البوسترات لان هي الاساس، وانا بحاول اوفق بين الثلاث محتويات، ومحتاج اشوف برضو اهتمام المتابع يكون على الثلاث محتويات لان الافيش باكج ما بيتجزأش. زي ما قلت لك انا دلوقتي هتكلم عن افلام مصرية كبيرة اتعمل لها بوسترات اقل من الفيلم او غير مناسبة للفيلم. مقياسي للفيلم هو كبير على اساس ايه؟ ايراداته، انتاجه، الممثلين اللي فيه، قد ايه الناس كانت مستنياه او عجب ناس قد ايه، او ناس كتير اتعلقت بيه ولا لا، وهكذا. ده المقياس اللي بحدد على اساسه الفيلم كبير ولا لا. رقم 5 هو بوستر فيلم هروب اضطراري. الفيلم حقق ايرادات عالية، في نجوم زي احمد السقا وامير كرارة وغادة عادل، في انتاج كبير، والبوستر بتاعه غير مناسب ليه وغير مناسب لفيلم اكشن اساسا. انا ضد ان بوستر لفيلم اكشن يتعمل ابيض واسود، لان زي ما قلت في فيديوهات كتير قبل كده الابيض واسود بيموت الحركه. يعني دي صوره المفروض بيتحرك بموتوسيكل، انا شايفها تمثال ثابت في مكانه. فاختيار ثيم والوان التصميم كان غير موفق على الاطلاق، ونفس الكالر سكيم كانت مناسبه اكتر لفيلم زي استار سبور. رقم 4 افيش فيلم الفيل الازرق الجزء الاول، ودي حقيقه الفيلم اكبر بكتير من البوستر ده، والبوستر غير انه تقليدي وتنفيذه مش قد كده الا انه كمان ما فيهوش فكره معبره عن الفيلم. يعني لو رجعنا لتصنيف الفيلم على IMDb فهتلاقيه دراما ورعب وغموض وتشويق، وكل تصنيف من دول ليه مميزاته، فكان البوستر محتاج فكره معبره مميزه اكتر من كده. ويمكن الجزء الثاني مش معاني من نفس المشكله، لان الجزء الثاني ناجح في حاجه واحده بس، هي جذب العين والابهار بدون اي فكره وباخطاء واضحه. بيفكرني بالفرق بين الارنبيط او القرنبيط واتيفر انت في بلدك بتقول عليه ايه، والفراخ الكريسبي. الاثنين نفس الشكل المبهر الشهي، لكن الطعم فيه فرق شاسع. فبوستر الفيل الازرق الجزء الثاني بيغسل العين زي البوسترات الاجنبيه، بس هو في النهايه قرنبيط مقلي. من حرف الاي اللي فوق هتلاقي مراجعه بوستر الجزء الثاني، وفي القناه هتلاقي مراجعه بوستر الجزء الاول. رقم 3 وهبعد شويه في الفتره الزمنيه، وهو افيش فيلم اللص والكلاب، عشان برضه اشيل من عندك فكره ان الافيش طالما مرسوم ومعمول زمان ده بالضروره يجعل منه حلو. افيش اللص والكلاب ينفع لاي فيلم الا اللص والكلاب، وده مش رايي انا بس، اتفق معايا في الراي ده اكتر من حد شافوا الفيلم ومهتمين بالافيشات. الفيلم عظيم، وشوف فيديو قناه سينماتولوجي بيتكلم عن عظمه الافكار البصريه او الفيجوال موتيفز اللي في الفيلم، هتلاقيه برضه من الاي اللي فوق. لكن الافيش مش معبر، ولا اختيار الالوان كان موفق، ولا في روح الفيلم. رقم 2 افيش فيلم 122، وقد يكون كتير من الناس مش شايف فيلم 122 قد الضجه اللي اتعملت عليه، وانه اول فيلم مش عارف ايه في ايه وبتاع، بس على الرغم من كده انا استمتعت اني شفته وحسيته فيلم كبير وكان مشوق، وفي اوقات الادرينالين كان بيعلى فيها، لكن اكيد برضه مش مثالي 100% وفي اخطاء. لو رجعت من الاي برضه اللي فوق مراجعه البوستر تلاقيني قلت ده شبه اعلانات موبينيل وفودافون او صوره للكاست اثناء التصوير وخلاص، مش محقق عناصر كتير من عناصر البوستر الناجح، وخالي من اي فكره او كونسبت، لكن كواليتي الصور خرافي، والبوستر شكله حلو لطيف لكنه غير مناسب على الاطلاق للفيلم. وشايف ان الفيلم كان عايز بوستر شبه بوسترات افلام الثريلر، ويكون اللون الاسود ليه حضور اكبر من كده. ورقم 1 من فتره زمنيه بعيده شويه، افيش فيلم همام في امستردام، والاثنين المتوفرين على النت اكيد واحد منهم للدي في دي مش هو بتاع السينما، وطبعا حدث ولا حرج، عندنا في مصر اسوأ تصميم دي في ديهات في الكون كله، عمري ما شفت دي في دي كويس سواء لفيلم او مسرحيه. المهم ما تقدرش تنكر ان همام في امستردام هو الفيلم اللي مهما تشوفه مش هتزهق منه، وانه كان حاجه عظيمه وقتها ولا زال، ده بالنسبه للفيلم. لكن لو هنتكلم عن الافيش، ففتره اواخر التسعينات دي كانت بدايه العك لسببين. الاول هو ان الفنانين بتوع زمان يا ماتوا، يا الشغلانه ما بقتش جايبه همها وما بقاش يجي لهم افلام فسابوا الشغل، يا اما افتكروا ان اللي بيتعمل بالرسم ويبقى شكله مبهر ممكن يتعمل بالكمبيوتر وانت خبرتك في التنفيذ صفر. فبالتالي التسعينات كانت بدايه انحدار البوسترات، لان ناس طول عمرها بترسم مسكت ماوس وهي ما عندهاش خبره. اه عندها خبره في التكوين وفي الافكار، لكن التنفيذ، فتلاقي ان كل البوسترات شكلها سيء جدا، اختيار فونتات سيء جدا، اختيار لير ستايل للكتابه او للتايبوجرافي اسوا من سيء من سيء لاسوا، يعني زي ما انت عايز تقول قول. فلما كان في الفتره دي بره في بوسترات بجد بفكره وتصميم، كنا احنا هنا بنلعب وبنضحك على بعض. البوستر تحسه اول حاجه ساذج وتافه،
الترجمه الحرفيه اسم الفيلم. تاني حاجه تحسه كانه ايه ثامب نيل كليك بيت، همام في امستردام يلا خش الفيلم بقى، بص ده انا جايبه ببالتو ونضاره شمس عشان تجذب المشاهد السطحي اللي هيموت ويسافر عشان يلبس نضاره ويبقى نزيه ويشوف الخواجات ومشعر اصفر ويلبس بلاطي وبتاع. طبعا مفيش فكره، مفيش تكوين، مفيش تنفيذ، مفيش اي حاجه. البوستر ده واللي اعتقد كان الدي في دي فهو لا يقل سوءا عن اللي فات يعني. واختيارات المشاهد انت كمتفرج عادي تقولي دي عشوائيه للغايه يعني، مشهد الجواز ده مش اهم مشهد في الفيلم يعني. يعني وانا داخل السينما ايه ممكن يشدني في واحد بيتجوز ومكتوب همام في امستردام؟ فالفيلم على حجمه الكبير كان يستحق بوستر احسن من كده، وفي رايي كان ممكن فكرته تيجي بسيطه جدا والبوستر بتاعه يكون حلو وبسيط. الفيلم بيحكي قصه سعود همام، هات له لقطه وهو ماشي كده في شارع من شوارع امستردام وخلصت. يبقى البوستر واخد طابع افلام المهرجانات من غير كل اللغط ده بقى. لكن على الرغم من كده كان في بعض النماذج الكويسه جدا سنه 99 نفس سنه همام في امستردام زي افيش فيلم الاخر وبس كده. دول الخمس افلام كانوا يستحقوا افيش احسن من اللي اتعمل لهم. لو الفيديو ده لفت انتباهك او عجبك، المفروض يعجبك عدد جميع الفيديوهات اللي انا بعملها ديسلايك او يعني قول لي عشان اعمل له اجزاء تانية لانهم افلام كتير جدا لسه في دماغي. وطبعا الاسطمبه بتاعت كل مره ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني تاني سواء في المحتوى ده او في محتويات اخرى تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك. ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام. واهم بقى من كل ده ان انت تشوف الفيديوهات اللي فاتت وبس كده. شكرا جزيلا.